وانا بفطر دلوقتي بقيت اقول يا هقول كلمه صعبه لكم جميعا، والله العظيم ثلاثه انا مستعد اكل ربع لقم ربع اكلي لمده سنه بس هي تعيش. الشعب المصري شعب صلب قوي وواعي وفاهم. انا بتكلم عن الناس البساط خالص اللي في الشوارع اللي احنا من يمكن من ما بنقابلهمش كتير، بس خلي بالكم انا واحد منهم. يعني انا حبيت اقول لكم ان عشان بس في كلام كتير على موضوع الازمات اللي موجوده وكورونا والازمه الاوكرانيه وتاثيرها والاسعار، رغم ان احنا هناخد اجراءات يعني بنحاول نخفف من اثارها، لكن الموضوع الاكبر منه مش لقمة العيش بس، الاستقرار، الأمن، السلامة، ده أهم حاجة دلوقتي، لأن اللي بعد كده ممكن يتحل بده، لكن لو مفيش ده موجود ده هنقدر نحقق دي ولا هنقدر نحقق دي.